مرحبا. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي طفلة سورية عمرها 13 سنة، مشروع موسيقارة وقائدة أوركسترا. خليكن معنا لتعرفوا مين هي بنت الشمس شزل منلا. شزل منلا هي بنت الفنان السوري عبد القادر المنلا. تعلمت العزف على آلة القانون بسوريا بمعهد صلحي الوادي بالعاصمة دمشق. طلعت بعدها مع عائلتها لمصر وكملت تعلم العزف على إيد أهم أساتذة القانون هناك. وقت وصلت لهولندا تابعت العزف على آلة القانون على إيد الأستاذ سهاد نجم عبد الله عن طريق الإنترنت من خلال برنامج سكايب، وألفت مع أختها اللي بتعزف على آلة العود مقطوعات موسيقية خاصة بتوزيع جديد ومميز. وقدرت شزا تلفت اهتمام أساتذتها بهولندا بعد ما شافوها عم تعزف بشكل متمكن ومتقن على آلة شرقية ما بيعرفوها. وشاركت شزا بمسابقة The Composition on the Way to the New Year's Concert لسنة 2016 اللي بتنظمها أوركسترا Netherlands Blazers Ensemble سنوياً بإطار دعمها للمواهب الشابة بمجال الموسيقى. وبتضم المسابقة مشتركين تحت عمر الـ 18 سنة بيعزفوا مقطوعات موسيقية من تأليفهم، وبتم بعد اختيار الفائزين بالمنافسة للعزف مع الأوركسترا بوحدة من أكبر الحفلات الموسيقية بهولندا Gimme the Blues، واللي بتنعمل بليلة رأس السنة. وكانت شذا واحدة من الناجحين بالمسابقة مع طفلين تانيين بعد ما أكدت اللجنة أنه مقطوعتها جديدة فعلاً وما سبق لحدا عزفها. وبالفعل عزفت شزا بعد نجاحها بالمسابقة مع الأوركسترا بحفل السنوي لسنة 2016 مقطوعتها الموسيقية على آلة القانون، واللي بتحمل عنوان It Doesn't Matter، وترجمتها بالعربية ما بتفرق. وهيك وبهذا الإنجاز استحقت الموسيقية السورية الطفلة شذا المنلا لقب بنت الشمس.